بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا يا شباب مع بعض في الحلقات بتاعة الإلكتريك سيركتس أو الدوائر الكهربية. وفي الحلقة بتاعة النهاردة أو المحاضرة اللطيفة دي بنتكلم مع بعض على البوتنشال أند كارنت ديفايدرز، يعني إزاي البوتنشال هيتقسم في السيريز سيركتس وإزاي الكارنت هيتقسم في البارلل سيركت. يعني بمعنى اصح في حاله البوتنشال ديفايدر، لو انا عندي بوتنشال في نوت هنا هو البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد اللي موجود هنا في نوت، فالسؤال بتاعنا يا ترى نصيب البوتنشال اللي موجود على الار 1 كام، ويا ترى البوتنشال اللي موجود على ار 2 دي كام. يبقى بمنتهى البساطه الاسم منطقي جدا، ازاي هيحصل ديفيجن تقسيمه للبوتنشال بتاعي؟ هل يا ترى دي نصيبها كام ودي نصيبها كام؟ واضح ان احنا لما بنتكلم على البوتنشال ديفايدر بنتكلم على سيريز سيركتس او سيريز كومباينيشن. ونفس الحكايه في حاله الكرنت لما يكون عندي بارل كومباينيشن كده هو، لو انا عندي كان في كرنت توتال اي توتال او اي نود بالمنظر ده كده داخل هنا هو، يا ترى هيحصل في ايه؟ هيتقسم على تو بارل برانشز او الفرعين اللي متوازيين. يا ترى السؤال بتاعنا الاي 1 اللي هنا بكام اللي ماشي في الريزيستنس 1، والاي 2 اللي ماشي في الريزيستنس 2 دي بكام؟ يبقى ده السؤال اللي عايزين نجاوبه في المحاضرة أو في الحلقة اللطيفة دي، يعني إزاي الفوتنشال ديفايدر لما يكون سيريز كومباينيشن، وإزاي يبقى كارنت ديفايدر أو الكارنت بيتقسم إزاي أو التيار بيتقسم إزاي لما يكون عندي تو بارالل برانشز. هنبتدي مع بعض الأول البوتنشال ديفايدر. من الاسم بتاعه إن عندي سيرتن بوتنشال أو جهد معين أو بوتنشال معين وبيتقسم ديفايدر، وده اللي حصل معانا. عندي في نوت وموجود فيه تو ريزيستور او مقاومتين ان سيريز او على التوالي، والبوتنشال ده هيتقسم عليهم هما الاثنين. قبل ما نبتدي نتكلم لازم الشرط الاساسي عشان الكلام بتاعنا اللي جاي كله صح، يبقى لازم المقاومات بتاعتي او الامبيدنس بتاعتي او الريزيستورنس بتاعتك لازم يكونوا ان سيريز. لو الشرط ما اتحققش يبقى كل الكلام اللي بنقول عليه از نوت ابليكابل، مش هينفع نطبقه. تمام. السؤال بتاعنا ايه؟ انت قلت لي ان انا عندي في السيركتس يا اما سيركتس كامله، يعني عندي باتري او دي حته من سيركتس، وعارف الفي نوت اللي على الحته او على البرانش او على الكومبوننت دي. الفي نوت ده هيتقسم على ار 1 وار 2، يعني انا متوقع اني عندي بوتنشال اسمه في 1 عند ار 1 عايزين نعرفه بكام، وفي بوتنشال موجود او في جهد موجود على ار 2 عايزين نعرفه بكام. واحد يقول لك ما هي طبعا سهله يا شباب، لان في اكيد ما دام في بوتنشال ديفرنس سواء جاي من باتري او سواء جاي من في نوت جوه سيركتس، يبقى اكيد في كارنت هيلف بالمنظر الجميل ده اسمه اي بتاعتك ومش عارفينه بكام، بس نقدر نجيبه. ليه؟ لان ده الفي نوت جاست هيتقسم على الايه الار ايكويفالنت، عباره عن المقاومه الكليه او التوتال ريزيستنس او المقاومه الكافيه بين اي وبي، اللي هي في الحالة دي ما دام هما الاثنين ان سيريز زي ما احنا عارفين يبقى هيتجمعوا على بعض، يعني في نوت على ار 1 بلس ار 2. بسيطة جدا. يبقى كده لو بجيب الفي 1 بسيطة، يبقى الفي 1 عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكرنت اللي ماشي في الريزيستور في الفاليو بتاعتها اللي هي ار 1 او القيمة بتاعتها ار 1. يعني يطلع في نوت على ار 1 بلس ار 2 مضروبة في المقاومة أو قيمة الريزيستور اللي هي R1. نفس الحكاية لو عايز أجيب البوتنشال دروب أو الفولتج اللي موجود أو الجهد اللي موجود على R2، فهيبقى بمنتهى الأريحية عبارة عن التيار اللي ماشي فيها أو الكرنت بتاعها تايمز R2، يعني عبارة عن V نوت مقسومة أو ديفايدد باي R1 بلس R2 مضروبة في المقاومة الجميلة بتاعتها اللي اسمها R2. طبعا هنا بمنتهى البساطه لو كان اكتر من ار 1 وار 2 بس لازم يكونوا سيريز او على التوالي، يبقى ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 بلس ار 10 بلس ار 2000. تمام. واحد ممكن يقول لك بص انا لاحظت حاجه حلوه ممكن تريحني، لما بجيب الفي 1 تبقى عباره عن في نوت مضروبه في المقاومه بتاعتي على مجموع المقاومات. الله ينور عليك، يعني ممكن تقول ان في 1 عباره عن في نوت جميله جدا مضروبه في المقاومه بتاعتي انا اللي اسمها ار 1 على الريزلتنت او مجموع او الصم بتاع كل المقاومات. قال لي نفس الحكايه في 2، قال لي في 2 نفس الكلام، عباره عن البوتنشال كله تمام جدا
في مقاومتي اللي اسمها R2 زي ما انت شايف معايا على مجموع المقاومات اللي موجودة عندنا اللي هي R1 بلس R2 بلس R عفريت أزرق. يعني كأن الكلام ده أقدر ألخصه في التلخيصة الحلوة دي، إن في حالة الكارنت ديفايدر إن البوتنشال بتاعك على أي مقاومة هيبقى عبارة عن البوتنشال الكلي أو التوتال مضروب في المقاومة اللي بتكلم عليها على الار توتال او الايكويفالنت او مجموع المقاومات كلها. ادي البوتنشال ديفايدر. باكد تاني الكلام، العلاقة دي لطيفة وسهلة وجميلة بس ما تتطبقش غير لما يكون عندي اكتر من مقاومة ان سيريز ومفيش اي سورسز تانية ومفيش اي برانشز تانية ولا الكلام ده كله، وعندي سيرتن فولتج بقسمه عليه. يبقى الفولتج على اي ريزيستنس بتساوي الفولتج الكلي مضروبه في المقاومه بتاعتي على المقاومه الكليه او التوتال ريزيستنس. لو جينا نتكلم مع بعض على الكارنت ديفايدر، واضح من الاسم ان عندي كارنت او تيار معين وبيتقسم. يا ترى بيتقسم ازاي؟ ده السؤال بتاعي. الكلام اللي احنا هنقوله عشان يتطبق صح يبقى لازم نتكلم على ان انا عندي تو بارالل ريزيستور، وتو بارالل ريزيستور يعني معناهم ان هما الاثنين كونكتد ان وان تيرمينال وكونكتد الناحيه الثانيه ان انذر تيرمينال، والتيرمينال ده معناه ان في نودز، يعني عندي نود مثلا اسمها اي ونسمها بي. يبقى تاني بركز معاك، الكلام ده كله مش هيحصل غير لما يكونوا على التوازي او ان بارل عشان اقدر اقول ان انا عندي كارنت ديفايد. طيب ما معناه ايه بقى؟ ان انا كان عندي اي توتال موجود وجاي عند البارل هيتقسم. يعني السؤال بتاعنا يا ترى الكرنت اللي ماشي في البرانش الاولاني بكام؟ ويا ترى الكرنت اللي ماشي في البرانش الثاني بكام؟ تمام جدا. طيب نجيب الكلام ده ازاي؟ قال لي بنروح انا ممكن اجيب الفي نود ده او الفي توتال ازاي؟ طب قال لي ازاي نجيبه؟ قال لي ما بالراحه كده معايا الله يكرمك، مش دول ممكن نجيب الايكويفلنت بتاعتهم؟ قال لي صح. يعني الكلام ده كله ممكن نقول ان انا عندي كان عندي نقطه اي وتيرمينال اي، وعندي تيرمينال بي جميله جدا كده، وعندي المقاومه الكليه اللي اسمها ايوه اللي اسمها ار ايكويفالنت، اللي دول امبارل مع بعضهم، يعني الاولاني في الثاني على الصاميشن بتاع الحلوين دول اللي هم ار 1 بلس ار 2، ده الايكويفالنت عشان امبارل. لو مش فاكر راجع الحلقه بتاعت سيريز والبارل، ولسه بنتكلم ان عندي اي توتال ماشي جاي من التيرمينال اي اللي محسوب في وسط الدايره او انا عندي جيفن، وهنا الفي نوت بتاعي موجود. تمام جدا. يبقى انا اقدر اقول بمنتهى البساطه ان الفي نوت الحلوه دي عباره عن ايه يا راجل يا طيب؟ قال لي عباره عن الكرنت التوتال في المقاومه الايكويفالنت، يعني عباره عن اي توتال. جميل جدا، احنا بنتدلع مع بعضنا كده بنوصل الفورمولا اللي نقدر نشتغل بيها دايركت على طول، تايمز الار ايكويفالنت، يعني هتبقى عباره عن ايوه الاي توتال مضروبه في ار 1 ار 2 اوفر ار 1 بلس ار 2. واحد يقول لك ما بس خلصت، خلصت ازاي؟ انا اقدر اجيب الاي 1، اجيب الاي 1 ازاي؟ الاي 1 اقسم الفي نوت على ار 1، يعني الاي 1 هنقدر نحسبه مع بعض عباره عن في نوت مقسومه على ار 1. طب والاي 2 اللي برضه نفس الحكايه، اللي متسلط على الريزيستنس ار 2 هو عباره عن الدروب فولت او الفولتج دروب او البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد اللي هو الفي نوت. يعني الاي 2 تبقى عباره عن في نوت اللي حسبناها مقسومه على ار 2. قال لي طب ما يلا ورينا، نقلنا كل حاجة تاني عشان نبقى ماشيين مع بعض. يبقى بنتكلم ان الاي 1 عبارة عن في نوت ديفايدد ار 1. طب ما الفي نوت فوقينا اهي، يبقى عبارة عن اي توتال مضروبة ار 1 ار 2 على ار 1 بلس ار 2. ايوه مقسومة، ده الفي نوت مقسومة على ار 1، يعني نطير الار 1 اهي زي ما انت شايف معايا، الار 1 طارت مع الار 1 اللي هناك. يعني يطلع معانا ان الاي 1 عباره عن مين؟ عباره عن اي توتال مضروبه في مقاومه الفرع الثاني اذر برانش ار 2 على مجموع التو ريزيستورز او مقاومتين معايا. واحد يقول لك ما يمكن صدفه معاك كده، ما تجيب لنا الاي 2. حاضر، الاي 2 بتاعتي عباره عن نفس الحكايه، عباره عن في نوت اوفر ار 2، في نوت اوفر ار 2. الفي نوت لسه جايبينها اهي، يبقى اي توتال R1 R2 زي ما انا كاتب فوق على مجموع المقاومتين R1 بلس R2
واقسم على R2 divide by R2. طارت الـ R2 مع الـ R2، فضل معانا نفس الكلام بالظبط، إن الـ I2 عبارة عن زي ما أنت شايف الـ I total. جميل جدا، في إيه؟ في مقاومة الفرع التاني اللي اسمه R1 على السميشن أو مجموع المقاومتين أو السميشن أوف ذا تو ريزيستور، نفس الإكسبريشن هو. تمام جدا، يبقى انا ممكن الخص كل الكلام ده، انا مش فاضيين هنقعد نعيد الكلام ده كل مره. لما يكون عندي كارنت ديفايدر، يعني عندي اتنين بارل ريزيستور وعارف التيار الكلي وعايز اقسمه، يبقى كده يا شباب لو عايز احسب التيار في اي من البرانشز اللي موجوده عندي او اي من الفرعين، يبقى التيار بتاع الفرع او البرانش بتساوي او ايكوال تو التيار الكلي او التوتال كارنت اللي هيتقسم مضروبة في، أيوة زي ما شايفين، المقاومة بتاعت الـ other branch، يبقى R of other branch مقاومة الفرع التاني. جميل جدا، مقسومة على إيه؟ قال لي مجموع المقاومتين أو الصم بتاع المقاومتين أو الصم of the resistor. تمام جدا، يعني لو حبينا نترجمها لك يبقى ده معناه التيار بتاع الفرع، يبقى ده التيار الكلي التوتال كارنت، ده عبارة عن مقاومة الفرع الآخر أو التاني على، ما تقولش الإيكوفالنت ريزيستنس، لا ده مجموع المقاومتين. تمام جدا، ده اللي لازم أشوف. قبل ما أقول تاني لازم أنبه، الكلام ده كله أبليكابل بس لما يكون الشكل ده عندي المقاومة الكلية بتاعت الفرع الأولاني اسمها R1، التوتال ريزيستور اوف ذا سكند برانش اسمها R2، عندي الاي توتال وعايز اوسعه اكتر، غير كده ما ينفعش الكلام ده، احنا استنتجناه هنا بس. يبقى الاي بتاع البرانش توتال كارنت مقاومه الفرع الثاني على مجموع المقاومتين. في سبيشال كيس مشهوره جدا يا شباب، سبيشال كيس وعلى طول هتعرفها، لما يكون واحد من الفرعين شورت سيركت، يعني كده الار اللي هنا ايكوال زيرو والار اللي هنا اسمها اي ار، وعندي اي توتال جاي هنا، يا ترى البرانش الاولاني هيبقى فيه قد ايه؟ يعني الاي 1 هيبقى بكام؟ والاي 2 بكام؟ وان شاء الله هنوصل لكونكلوجن لطيف. لو طبقت نفس الكلام يبقى الاي 1 بتساوي التيار الكلي اي توتال، جميل جدا، في مقاومه الفرع الثاني، المقاومه الفرع الثاني شورت سيركت. يعني ايه؟ يعني مفيش ريزيستور. يعني زيرو مقسومة على زيرو بلس ار، يبقى التوتال كارنت اللي ماشي في البرانش الاولاني زيرو. تمام جدا، طيب لو ما اجيب اي 2 هتبقى عبارة عن الاي توتال، صح كده، في مقاومة الفرع الثاني اللي اسمها ار على مجموع المقاومتين او السم اوف ذا تو ريزيستورز اللي هي زيرو بلس ار، يبقى ار على ار ب1 يعني اي توتال. يعني بمعنى اصح في الكونكلوجن اللي هوصل له، ويبقى كلامي واضح جدا، لازم يكونوا بارل، لو مش بارل يبقى الكلام ده بتاعي مش موجود. بارل يعني متوصلين، مفيش حد فاصل بينهم. بارل مع شورت سيركت يبقى على طول الكارنت اللي في الاذر برانش بزيرو، اي ايكوال زيرو. تمام جدا، والكارنت كله هيمشي في الشورت سيركت. تمام كده، يبقى ده القصة بتاعتنا اللي لازم ناخد بالنا منها. لو شورت سيركت بارل مع اي ريزيستور، يبقى الشورت سيركت هتاخد الكرنت كله والبرانش التاني بزيرو. واحد يقول لك ما الكلام ده لوجيك جدا، لو انت جايب العربيات بتاعتك، عربية بتاعتك وعندك طريقين، طريق فاضي خالص مفيش اي مقاومة مفيش اي حد هيعوقك، وطريق تاني زحمة ومليان عربيات، هتمشي فين؟ بالطريق، همشي في الطريق الفاضي. حلو جدا، همشي في الطريق الفاضي، يبقى التوتال كارنت هيمشي في البرانش اللي فيه شورت سيركت، وخليه ماشي، همشي في السكه الفاضيه، همشي في الطريق الفاضي، وسيبني من الايه؟ من الزحمه. تمام كده يا شباب، احنا اللي خدناه مع بعض بيزكس مهمه جدا، بلوكس مهمه جدا، حجاره بتقوم الشغل بتاع السيركت بتاعتنا، عرفنا مع بعض مين؟ البوتنشال ديفايدر والكارنت ديفايدر. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.